في عام 2001. سالم الفهيدي سعودي الجنسية، مع 5 موظفين قاموا بتأسيس مؤسسة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول المعروفة بDLPS. اليوم بلغت القوى العاملة بDLPS أكثر من 1200 عضو فاعل من مختلف الجنسيات بالمملكة العربية السعودية والبحرين. تغطي خدماتها صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وقطاع الطاقة وصناعات أخرى. وحرصاً على التفوق التشغيلي، تعمل مؤسسة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول كDLPS للمقاولات وDLPS التجارية. يتم تشغيل DLPS للمقاولات بالمكتب الرئيس أبقيق أرامكو السعودية منطقة عين النخل، والمكاتب التشغيلية بشيبة، حرد، خوريس، راس تنورة، الدمام. يغطي قسم المقاولات إنشاءات خطوط الأنابيب، خطوط أنابيب البترول والغاز الرئيسة والفرعية، خطوط الأنابيب عبر الدول والمدن، كروس كانتري بايبلينز، ترانك بايبلينز، خطوط ترانسميشن. كما يغطي أيضا قسم المقاولات إنشاءات المحطات وصيانتها، والتي تضم محطات الكمبروسرز، محطات القياس، محطات البامبس، محطات معالجة الغاز، تنكات تخزين. DLPS للمقاولات تغطي أيضا خدمات إصلاح وتجديد خطوط أنابيب البترول والغاز، توريد العمال، توريد المعدات الثقيلة، خدمات النقل، هدم وإزالة المحطات، الخدمات البحرية وخدمات الطاقة كالاختبارات الهيدروستاتيك والحفر أفقي الاتجاه HDD. يتم تشغيل DLPS التجارية بالمكتب الرئيس بالظهران والمكاتب التشغيلية بمدينة أبقيق الصناعية وسلاسل والدمام. تتفرع DLPS التجارية إلى التجارة، خدمات حقول البترول، قسم الطلاء. التجارة: القسم التجاري يقوم بالتسويق والمبيعات للعديد من المنتجات الصناعية من كل أنحاء العالم، ويتم إنجاز ذلك عبر فريق محفز بشدة ومتكرس ومحترف مهنيا، ويتمتع بخلفية وخبرة فنية كبيرة. منتجاتنا التجارية على سبيل المثال للحصر: المحابس، البايبس، الفلانجات، فيتينجز، سيارات الإطفاء، الإيريال باسكت، الفواصل فوق السمعية والهيدراتية، ديمستر باتس، عوازل التشحيم، معدات التشحيم، أدوات كشف التآكل الذكية، مضخات رفع السوائل، هاب أند كلامبس، وصلات الكابلينز، فليكسابل بايبس، أكسيال فانز. خدمات حقول البترول التابعة لDLPS التجارية: حوسبة التدفق والسريان وحلول القياس، رولر ريمرز، فور بي اتش اي، بوتوم هول أسامبلي. خدمات فحص خطوط الأنابيب، خدمات التبطين بتقنية الـ HDPE، البولي إيثيلين عالي الكثافة. DLPS التجارية وقسم الطلاء التابع لها تمتلك منشأة طلاء فنية متخصصة بمنطقة سلاسل، والتي تحوي معدات متطورة لاستقبال الحاويات الكبيرة وعمل طلاءات المعالجة حرارياً. يقوم قسم الطلاء أيضاً بفيل جوينت سكوتينج باستخدام الروبوتس، العزل الحراري والطلاءات المضادة للحريق واللهب، الطلاء والعزل بتقنية الـ FPE Fusion Point Epoxy، الطلاءات ذات المواصفات الخاصة. تماشياً مع اكتفاء 2021 والرؤية الوطنية 2030، نحن نعمل على تطوير وتحسين الجودة بشكل مستمر لتقديم أفضل خدمات النفط والغاز والصناعات الأخرى في المنطقة. حالياً DLPS في عملية تأسيس منشأة متخصصة في صناعة المحابس بالدمام بشراكة مع شركة أوروبية. أيضا نحن في سعي دائم لعقد شراكات مع رواد التصنيع من كل أنحاء العالم من أجل جلب منتجاتهم وإدراجها بالمملكة. DLPS ترحب بالشراكات الفعالة التي تدعم عملية نمو للمملكة العربية السعودية. مؤسسة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول من المملكة العربية السعودية.